هاد المحطه ديال المؤتمر الوطني الثامن الاتحاد الوطني للشعوب المغرب هي صحيح انها تنعقد في اطار رهان تنظيمي بالاساس في اطار احترام المواعيد ديال المنظمه في تجديد هياكلها، وبعد مضي 4 سنوات على هذا المكتب الوطني الحالي نعقد هذا المؤتمر في حينه وفي تاريخه وفي وقته. لكن طبعا المحطه ديال المؤتمر الوطني الثامن تاتي في مشهد سياسي وحقوقي ونقابي واجتماعي ساخن. طبعا الرهانات التي يعني ينعقد في اطارها هذا المؤتمر هي تجديد العزم على الاستمراريه في النضال من اجل العداله الاجتماعيه. الاتحاد الوطني للشعوب المغرب في بياناته ولغته ما فات اي ذكر الحكومه بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وطبعا في هذا السياق ينعقد هذا المؤتمر، وبهذا النفس ينعقد هذا المؤتمر، وبالتأكيد أن حضور العنصر النسوي في هذا المؤتمر أيضا فيه رهان على تمكين المرأة نقابيا وعلى قيام المرأة بأدوارها النقابية والنضالية، واللي في الحقيقة الاتحاد الوطني المغرب بمختلف القطاعات في مختلف المجالات في مختلف الجهات هناك حضور نسوي فاعل يعني تشهد له مجموعة من المحطات النضالية التي نظمها الاتحاد، مجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي كان فيها الحضور النسوي ليس فقط حضورا كميا وإما أيضا حضورا نوعيا حضورا تخطيريا حضورا نضاليا.